الصحة والعافية. بطبيعة الحال طبعا بنرحب ب أعضاء مجلس إدارة هيئة قطاع البترول في لبنان، ممثلين معالي وزير الطاقة ومدير توتال السيد رومن ومدير عام رئيس مرفأ بيروت وأعضاء مجلس إدارة مرفأ بيروت. بنرحب فيكم جميعا دون استثناء. موضوع تنقيب عن النفط والغاز هو شاغل الشعب اللبناني جميعا، لأنه بنعتبره في مكان ما هو أحد أركان خشبة الخلاص. مثل ما شفنا نحن من أسبوعين ثلاثة، كان أول إجراء عملي على الأرض من خلال المسح البيئي اللي قامت فيه توتال بالبلوك رقم 9. بطبيعة الحال هيدي الأمور عم تترافق على عمل على قدم وساق في وزارة الطاقة، اللي هي الركن الأساس بعملية التنقيب والتشارك مع توتال وإني والقطرية للبترول للطاقة لعملية التنقيب عن النفط والغاز. في دور لوزارة الأشغال العامة والنقل في هالعملية كلها سوا، هي الأرض على المرافق البحرية، البواخر اللي بدها تتحرك بالمياه الإقليمية، وطائرات الهليكوبتر اللي بدها تتحرك بالأجواء اللبنانية. ثلاث أمور أساسية. فهذا الموضوع نحن أرسلنا كتاب إلى معالي وزير الطاقة من شهرين ثلاثة وهيئة إدارة قطاع البترول، بالنسبة لأن التخديم لمنصات النفط يجب أن يكون من البر اللبناني والمرافق اللبنانية بناء على قوانين وبناءات قانونية. شو الهدف؟ الهدف هو توفير فرص عمل للشعب اللبناني بالمرافق البحرية، تشغيل الوكالات البحرية والمرافق البحرية تجيب إيرادات للدولة، وليس فقط إيرادات للدولة، تشغيل هالمرافق في هذا المشروع الواعد. الأمر الآخر هو عملية تأمين أراضي للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية. بطبيعة الحال كلنا بنعرف إنه الشركات اللي بدها تشتغل مع توتال هي مسؤولية توتال، مش مسؤولية المرفأ. نحن عنا أرض، عنا رخص، إنما القرار مين بده يخدم المنصات هو عند توتال، هي بتعمل مناقصات وعندها منصة خاصة فيها. نحن على مستوى المرافق البحرية عنا شيء قريب المدى وشي بعيد المدى، مشروعين. المشروع الأول اللي بدنا نعلنه اليوم أنه نحن خصصنا على أرض مرفأ بيروت اللي هو قصير المدى، خصصنا أرض على مرفأ بيروت تبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع مثل ما نكون شايفين على السكرين. هال 34 ألف متر مربع على مرفأ بيروت حيكونوا حصراً للشركات اللي بدها تستأجر أراضي على أرض المرفأ فقط للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز. ليه؟ لأنه بدنا إياهم وفقاً للمعايير العالمية لازم يكونوا قراب للرصيف والبواخر مباشرة تكون بالبحر، وبالتالي اخترنا رصيف رقم 3 و4 و5. يعني مرفأ بيروت هو شريك بهيدي العملية وقدم من الأرض الموجودة عنده للتنقيب عن النفط والغاز، مع الأخذ بعين الاعتبار نحن مستعدين نأجر كمان بمرفأ صيدا وبمرفأ صور بمرفأ طرابلس وعلى كل الشطة لبنان، لأن وزارة الأشغال العامة والنقل هي الوزارة المعنية بكل الأملاك العمومية البحرية. وبالتالي ليس فقط مرفأ بيروت، بس نحن اللي بده مرفأ بيروت ما حنقول له ما تاخذ مرفأ بيروت. والآن في 34 ألف متر مربع جاهزين لاستعمالهم من قبل الشركات اللي هي معنية بالخدمات اللوجستية للمنصات التنقيب عن النفط والغاز. هيدا على المدى القصير. على المدى الطويل كمان كدولة، بناء الدولة بدك تشتغل أنت على المدى القصير، بدك تخطط على المدى الطويل. على المدى الطويل نحن قمنا بدراسة الأملاك العمومية البحرية من النقورة إلى العريضة. بالتالي المعايير العالمية بتقول كل بلوك نفطي بده 50 ألف متر مربع للخدمات اللوجستية وإلى آخره لكل بلوك. عندنا نحن 10 بلوكات.
إن شاء الله إن شاء الله ندعي بالخير إنه يطلع عنا غاز ونفط بكل البلوكين، بالتالي بدنا 500,000 متر مربع. كان دور وزارة الأشغال العامة والنقل من سنة تقريباً إنه هي تدور على تفتش عن مساحة أرض ملك الدولة اللبنانية تقدر تخدم نعمل بور جديد، وبالتالي قمنا بالإجراءات القانونية على مستوى وزارة الأشغال العامة والنقل، وحصلنا موافقة مجلس شورى الدولة لإنشاء مرفأ جديد فقط للخدمات اللوجستية المتعلقة بالأنشطة البترولية، بيكون مرفأ متخصص. بطبيعة الحال ناقص التمويل، وبطبيعة الحال هذا الموضوع مرتبط بأول بوادر خير حيكون هيدا المرفأ جاهز ومفتوح لكل شركات العالم وأولهم توتال لحتى تشارك بعملية إنشاء مرفأ جديد. بالتالي مشينا بخط مضى قصير، وفرنا أرض على أرض مرفأ بيروت، ومستعدين نوفر أرض بكل المرافق البحرية اللبنانية لخدمة الشركات، وعلى المدى الطويل عم نحكي بمرفأ متخصص للأنشطة البترولية بيكون على الشط اللبناني. الموضوع الأخير بالنسبة لطائرات الهليكوبتر، بما أنها فرصة خلينا نحكي الأمور مثل ما هي. نحن طائرات الهليكوبتر كمان تطلع رخص من وزارة الأشغال العامة والنقل عبر المديرية العامة للطيران المدني، كمان هذا الموضوع مفتوح لكل الشركات المحلية اللبنانية. بطبيعة الحال بدها تكون عملي عقد مع توتال، هذا موضوع يعني توتال هي اللي بدها تختار، نحن لن نتدخل بإجراءات توتال الداخلية، دورنا نوفر الأرضية في لبنان والشروط، والشركات تستوفي الشروط وتتقدم من توتال لتتعاقد معه. نحن كمان بالنسبة لرخص الهليكوبتر، نحن أبواب الوزارة مفتوحة، أبواب المديرية العامة للطيران المدني مفتوحة لأي شركة محلية عند تعاقد مع شركات خارجية، لأنه كمان دورنا كوزارة أنه نبلش مع شركاتنا المحلية تأخذ خبرة بهالمجال. ما عاد في يعني صرنا بالقرن 21، ما عاد فينا كمان بس نعتمد على آخرين، خلينا نبلش من عنا شركات محلية تتعاقد مع شركات خارجية خبرة بالهليكوبتر وتتقدم وفق الأصول القانونية من المديرية العامة للطيران المدني وتحصل على ترخيص من وزارة الأشغال العامة والنقل، لأنه موضوع الهليكوبتر ما لا يقل أهمية عن موضوع البواخر. بالتالي نحن حبينا نقعد نحن وياكم اليوم ونخبركم حول الإجراءات اللي اتخذتها وزارة الأشغال العامة والنقل بكل المرافق، وخصصنا الجلسة تكون من مرفق بيروت والمؤتمر من مرفق بيروت لما يمثل من رمزية للبنان وللشعب اللبناني، ونعلن من عندكم حول موضوع المشروع القصير المدى اللي هو الأراضي في المرافق البحرية وتوفير 34,000 متر مربع بمرفق بيروت، المشاريع البعيدة المدى بإنشاء مرفق متخصص للأنشطة البترولية المتعلق بالتنقيب عن الغاز والنفط، والمشروع الثالث اللي هو الهليكوبتر اللي هو مفتوح لكل الشركات المحلية. طبيعة الحال بدأت تتعاقد مع شركات غربية، ولكم الشكر الجزيل ويسعد صباحكم بالخير والصحة والعافية. أكيد بطبيعة الحال مثل ما قال المدير العام، هالدولة اللبنانية عندها قوانين، حضراتكم خبراء بالبحر والجو والبر، أي حدا بيستوفي الشروط بدون ما يراجع وبدون ما يحكي حدا بياخذ أرض، مال الدولة للدولة ومال القطاع الخاص للقطاع الخاص. بس بوصيكم بمراجعة توتال، نحن لن نتدخل بأي أمر مع توتال. توتال لديها منصتها الخاصة تعلن عن خدمات معينة، لها إجراءاتها الخاصة هي بتعمل المناسب عندها. نحن بس يجي لعنا حدا بده يشتغل بموضوع التنقيب، يعني خدمات التنقيب عن النفط والغاز، وما عنده عقد مع توتال، أنه بده يكون توتال، بده يكون يعني عامل عقد مع توتال ليجي على المرفأ، وإلا هو بده يخدم مين؟ بده يخدم المنصات. مزبوط ولا لا استاذ ويسام؟ أو أي مشارك آخر بالمستقبل؟
او اي مشغل اخر. اكيد 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 بالوقت الحاضر بتتعد ان شاء الله. معالي الوزير ايه الكلام واضح ويعطيكم الف عافيه جميعا. موضوع البور الردميات الردميات نحن في دفتر شروط بطبيعة الحال يعني أسبوع أسبوعين حنعلن عنه في دفتر شروط لمزايدة على الحديد الموجود على المرفأ. نحن بالتعاون مع مدير عام المرفأ خضعنا المرفأ لهيئة الشراء العام، أرسل دفتر شروط لهيئة الشراء العام، هيئة الشراء العام كان عندها بعض الملاحظات عليه، اجتمع المدير العام مع مستشاري مع الدكتور جون علي نهار الاثنين الساعة 11، تم الأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات لهيئة الشراء العام دون استثناء، والآن مجلس إدارة مرفأ بيروت يعمل على إعادة صياغة دفتر الشروط وأرساله إلى هيئة الشراء العام لنيل الموافقة، وبالتالي أسبوع أسبوعين سوف نعلن عن إطلاق مزايدة لبيع الحديد على كامل أرض المرفأ، وهذا بيعود بإيرادات لمرفأ بيروت وبالتالي للخزينة العامة، وأضف إلى ذلك تحرير المزيد من الأراضي لحتى نقدر نستثمرها في المستقبل القريب. خلص بيه يعطيكم العافية.